ولاد امي الله يمسيها بالخير دايما تديني الزاده والزواده في القفه دي. قفه العجايب كلها منافع. ايام الحرب استعملها براشوتش، ايام السلم مخزن تموين. طب قول فيها ايه وخلصت؟ سرع عندك يا سيدي. عندنا بالصلاه على النبي نص كيلو بسطرمه، شويه لسان عصفور، برطمان جبنه دي بالمش، قلم حبر جاف، دفترين دنيا، بزازه للعين. انت يا ولد انت قول يا بيه طلبت ايه من الجزيره اللي جنبنا؟ جوز حمام. جوز حمام؟ طب اتفضل يا بيه صلي على النبي. هذا هو الحمام كبير. امال ايه؟ طب ده بقى هنذبحه ازاي؟ امي عامله حساب مدياني سكينه صغنططه على قد الحمام. كل دي امال ايه؟ يلا وهي ايوه الحين بيته نضفيه من عينيا. يلا يا شاطر. بس يا خساره مفيش عيش. معقوله دي؟ معقوله متفوت حاجه زي دي؟ اتفضلي يا ستي عيش شمس وزن رغيف 60 جرام ونصف. نصف؟ اه. وش معنى النص يعني؟ قال عشان يحافظ على المادة الغذائية. هناكله زي ده هو زي الحجارة ده. احنا بقى نبله. ده واحد بالليل ده خطر. يا جماعة العيش ده لو اتحط في مية درجة حرارتها أقل من 640 فهرنهايت يفرقع. هجس هجس. تحب تجرب؟ وريني كده. أنا عارفك لمت. وريني كده. أنت مسؤول عن نفسك. إيه ده؟ طب يا بيه. إيه ده؟ مش مية دي؟ أيوة مية. مش مية ولا مش مية؟ أيوة مية. مية دي ولا مش مية؟ مية. ولا مش مية؟ لا مية. هيك هيك يا بني يا بني يا ودي حلوة عشان الخدة. تحرم لماذا يا بيه؟ ها؟ مش مية دي؟ مش مية؟ ايه دي؟ تحرم لماذا يا بيه؟ أمك اتعلمت الحاجات دي فين؟ نعم؟ أمك اتعلمت الحاجات دي فين؟ في قاعدة كيب كينيدي. ما أنت مجريح كده ليه يا أبو الهزار؟ يا جماعة فهموا، إحنا عندنا كل رغيف مختوم بالسنة اللي اتعمل فيها والسنة اللي يبوس فيها مفعول. معقول ده يا زينهم؟ تعرف تقرا فرنجي يا هوانم؟ اه. طب اقرب معايا بالفرنجي. اهي ميد ان زفتة. اه يو سي زفتة ناو سنة 1818 قاف ميم. يعني ايه قاف ميم؟ يعني قبل الميلاد. هاجس. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات ما تخليش حاجة تفوتك.